أخوك الجبل هو كبير العائلة، هو يلي بيقرر وما حدا بيطلع عن شغل. وأنا أعمل لحالي. احمل حالك واندحش تحت باط أمك لترضى. أحسن مرة كنت هي. ما زال هالبضاعة مهمة هالقد؟ معلمك ما لقى حدا غيرك يمسكوا اياه؟ مقبولة منك يا جبل. ردها علي إذا فيك ما تقبل أو لك. الحق معك. هذا الكلام اللي لازم يسمعه ومنتهي. معناتها عود وكله لك. هلا ناظم العالي الواطرة يلحص باطي. بيكون جانن وغير الله ما بيعرف شو مخبي لنا، بس بإذن الله منتهي. تحط بين عيونك يا مربي، بفقيلك ياهن بيدي هدول وبخزقك من الصرة للغرة وبخلي الله طبيبك. منتهي بس وربي، إذا بتصير التالي لحتى خليه ياكل خرق ريش ورصاصه وفشك وخرده وخليه يغرق ببوله. وأنا ظهري ما كان نحمي مرة الهيبة أي لحظة ينفجر بدأ الإخوان. حاشد لي كل هالجيش لتاخذني غدر ولك؟ شو هدول اللي تحت مناخيرك؟ نفه ولا شوارب سمك كعب صباطي؟ لك بحظي بديني بمعتقدي. قلت لك وقت بقوله اوعى المرة الثالثة، بس انت ما بدك تسمع كلام البابا. ومن تهي فكر الصوص حاله ديك وهي اجا جبل يربيك. انت ربي هالجحش وعليك خير. يا شربيع يا خلاف، والله لا تطلع بروحك روحه والله. لا عيونك بس ما عمل معنا شو براسك وباسك. ها؟ بدي مخرج. بدي مخرج عليك وعلى عائلتك وعلى اللي بتشتتك وعلى اللي وراك وعلى اللي قدامك. شهد على روحك ولك شهد. اعطيني يا هالجحش اللي عندك هلا. ولك عطو وكان من بشت على ايدن. ليه عمو؟ خلينا نبلش فيهم. واذا قلت لك بدي اشوفه عم ينفتح. اثبات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خير يا جبل. معلم جبل ولك. دور على درب رزق تاني، بعد عن الشيطان وماوي. ها؟ لا 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 لك يا خوي. ليش هيك؟ قلت لك خذ نصيحة مني. إذا لا سمح الله
وربي طبيبك الله. هيدا جبل شيخ الجبل. مبروك ما جاك يا نضال. رجال بتخلف رجال. عبال عندك رجال افعالك، وانا كرمال كبار عيلتك كرمال الرجال الادمي سامحك على كل شيء حكيته. حاجته صخر، حاجته حاجته حاجته. بس 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 انا جبل سلطان شيخ الجبل ابن الهيبه شق في من هالبلد. شعرات تقول لا 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 صغر ابنها 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 لما كنت شوفك شايفه فكيف الله يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب لك الخضيب أول مرة، ثاني مرة مرقت لك ياها وزرعتها بسفل صباطي، بس الثالثة ثابتة. مش هيدا كلامك؟ وانت قلت ليك أخيك راح أرجع لك قدام العالم، شو طلع منه بخش الهم؟ ها؟ أي والله طلع منه، اجى لعندك يبكي ويتبكبك مثل الطنط. يا صبر الله في الجوز، ضبيه لجوزك وخليه يصف على جنب، يا اما تحزيه للاسود، لانه غلطه ثانيه مثل هي رح تدخلك بالعده. جبل سلطان شيخ الجبل بيقول كل قتيل من عنا بعشرة من بيت السعيد.